نشرة أخبار الخامسة والنصف على الوطنية الثانية، وفيها بعد لحظات: حادث خمودة بالقصرين يخلف حالة احتقان جراء تدني الخدمات الأساسية، والحكومة تتعهد بتلافي النقائص. وقفات احتجاجية للمعلمين والأساتذة النواب لتسوية وضعياتهم ومطالبة سلطة الإشراف بالالتزام بتعهداتها. ومنطقة الجريد تستعد لموسم جني التمور، ومؤشرات تراجع في الإنتاج مقابل تحسن في الجودة. تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم أن حصيلة الحادث الأليم الذي سجل في منطقة خمودة بالقصرين بلغت 16 قتيلا و60 جريحا. وقد عهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي تحول صباح اليوم إلى المستشفى الجهوي بالقصرين، تعهد بمعالجة إشكاليات المستشفى في القريب العاجل. في آخر حصيلة لها عقب فاجعة القصرين، أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة حادث المرور المروع الذي سجل صباح يوم أمس في منطقة خمودة من معتمدية فوسانا بلغت 16 قتيلا و60 جريحا، من بينهم 43 متواجدون بالمستشفى الجهوي بالقصرين. كما جاء في بلاغ للوزارة أنه تم توجيه 17 جريحا آخرين إلى مستشفيات أخرى بعدد من ولايات الجمهورية. وأكدت الوزارة أن كل الجرحى يحظون بالإحاطة الطبية والنفسية اللازمتين من قبل كافة الإطارات الطبية وشبه الطبية المتواجدة على عين المكان، وذلك بالتنسيق مع المصالح الطبية العسكرية بالمنطقة. وعلى إثر هذا الحادث الأليم الذي طرح مرة أخرى نقص المعدات الطبية في المستشفيات الجهوية وهشاجة البنية التحتية، تعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي تحول في ساعة مبكرة من هذا اليوم إلى الجهة، تعهد بمعالجة إشكاليات مستشفى القصرين. اليوم صباح في زيارة للمستشفى، ثم إشكاليات عديدة، ثم مشاكل كبيرة صحيح فعلا، وسيتم معالجة هذه المشاكل في القريب العاجل. ستكون هناك جلسة مع وزير الصحة اليوم باش نشوفوا، وهي البارح كانت موجوده هنا، باش نشوفوا الاشكاليات. يبقى انه اليوم تونس تواجه في حرب على الارهاب، راهو حرب باتم معنى الكلمه، ويلزمنا الكلنا نقفوا ضد هذه الحرب، يلزم الكلنا نتضامنوا مع قوات الامن نتاعنا، هذا مهم جدا، وهذه اليوم هي المرحله، مرحله مهمه ومرحله صعبه في حرب على الارهاب. وكان رئيس الحكومه قد استهل زيارته الى الجهه بالتحول الى الثكنه العسكريه واقليم الحرس الوطني، اين تابع مدى جاهزيه القوات الامنيه والعسكريه بالولاية، وذلك على خلفية العملية الأمنية الاستباقية التي شهدها حي الكرمة بالقصرين، والتي تم خلالها القضاء على عنصرين إرهابيين. وبالعودة إلى مكان الحادث، تجمع المئات من الأهالي للتعبير عن غضبهم من الوضع التنموي بجهتهم، والتعبير أيضا عن عدد من المطالب التي سبق أن رفعوها لكنها لم تلاقي الصدى المأمول. ككل أربعاء من كل أسبوع يتموقع كل في مكانه لعرض منتجاته وكسب قوته، إلا أن هذا الأسبوع على غير عادته كان كارثة حلت بالمكان وأزهقت الأرواح وتلطخت البضائع بدماء أصحابها. سائق شاحنة بدأ يفقد السيطرة على مقوده على بعد كيلومتر تقريبا من السوق البلدية، فحاد عن الجادة واصطدم بحافلة انقلبت بالسوق. عندي خويا اسمه محمد بن حمزة عيدودي، هامس موجود في الحادث في السوق خمودة، الناس الكل المجروحة جابوها للسبيطار والموتى خرجوا دفنوها إلا ياهو، لقيتوا لا محروق لا ميت لا مجروح، قالوا لنا راهم في تونس مجروح محروقين، مشينا لتونس أربعة لقيناهم خطير ملاوين وذا. وكما الأمس عجل مكان اليوم بالأهالي الذين عبروا على غضبهم واستيائهم ومنعوا مرور الشاحنات من المكان، وطالبوا من جديد بتهيئة البنية التحتية وتفعيل مشروع إحداث طريق حزامية، كما طالبوا بالإصلاح الإداري لعدد من المؤسسات. جيت أمس لما فنت الوالد، شنو سبب هذا الكل؟ صحيح قضاء وقدر، لكن الاسباب، السبب الاساسي هو الفراغ نتاع الهياكل معناها الجهويه والهياكل المحليه. احنا هنا في خموده مثلا، خموده هذه منطقه معناها عدد السكان نتاعها تقريبا هو فوسان نفس العدد، يعني ما تفهمهاش منطقه معناها تنتمي للمجلس البلدي المجلس القروي، ما تفهمهاش نيابه خصوصيه، ما تفهمهاش بلديه، البلديه باش تجي كانت 2018 كلمنا الحكم، كلمنا معتمد ما عندهم يعمل مسكين،
بسيط كبيرة الحكومة لا حياة ولمن تنادي. ساعات قليلة بعد الحادث أزيلت مخلفات الكارثة واستبدل العمود الكهربائي الذي أطلف بالكامل، إلا أن ألام أهل حمودة لم تنتهي بعد، والمطلوب فتح تحقيق جدي وتحديد المسؤوليات. نادي رتيبي للتلفزة الوطنية التونسية، عمادة حمودة. جرح الحادث الذي جد أمس بمنطقة حمودة من معتمدي فوسانة بالقصرين وعددهم 60 تم إرسالهم بالإضافة إلى المستشفى الجهوي بالقصرين إلى مستشفيات ووحدات طبية أخرى، على غرار وحدة الأغالب الاختصاصات الجراحية بالقيروان التي تأوي في الوقت الحاضر 3 مصابين، 2 بقسم الإنعاش وآخر ستجرى عليه عملية على مستوى ركبة، فيما تم توجيه عدد آخر من الجرحى إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس. 3 حالات استقبلناهم امس مع الاربعه نتاع العشيه وحاله في الثمانيه، ديجا ثم وحده عملت العمليه وتعدت لها بسلامات والاخرين في المراقبه، الحروق نتاعهم ماهمش خطيره وقاعدين يتلقوا في العلاج على احسن ما يرام. وثم عندنا الحاله نتاع الشرطي اللي موجود في قسم العظام اللي تنحت له الشظايا ولاباس. بالنسبه للاصابات جاتنا حالتين مع الساعه 12 ونص البارح وقت الظهر، حاله حروق وحالة بوليتوماتيزية تراذريث في المثال، هذوما رقدوا في القسم الانعاش. بالنسبة نتاع الحروق في العشية هزوه للمستشفى الحروق في بن عروس، ومات 3:30 جاتنا امرأة ومعها طفل عمره 28 سنة، المرأة عندها تراذريث في صدرها، رقدوه في قسم الانعاش والطفل مش يعمل عملية اليوم على عنده كسر الفخذ. معنى اللي موجود عندنا تو 3 حالات، حالتين في الانعاش، وبرانسيب حالتهم تو مستقر، مش حاله خطيره برشا. وبالنسبه اللي مش عامل عمليه على ساقه ما عندوش حاجه اخرى. مزيد التفاصيل مع السيد الشاذلي ابو علاق ولي القاصرين مباشره عبر الهاتف. مساء الخير سيد الوالي، ما هي اهم القرارات والاجراءات التي تم اتخاذها بعد زياره الوفد الحكوميه اليوم؟ هذه بطبيعه الحال الوفد الحكومي زار جهة القصرين يوم أمس، والسيد رئيس الحكومة زار جهة القصرين هذا اليوم. طبيعة هذا اليوم بعد حال الوفد الحكومي يوم أمس تكون من سيد وزير النقل، نقلنا صحبة وزير النقل لمنطقة حمودة، كذلك وزير الصحة توجهت للمستشفى الجهوي بالقصرين، وكذلك سيد وزير الدفاع اللي هو توجه لمنطقة حي أين كانت هناك العمليات، العملية الإرهابية. يبقى اليوم الزيارة نتاع السيد رئيس الحكومة توجه للمستشفى للاطلاع على حالة المصابين في المستشفى، وبطبيعة الحال الاطلاع على الوضع العام. سيد ولي، كنا أشرنا إلى مجمل هذه الزيارات، لكن ماذا عن القرارات التي تم اتخاذها خاصة مكان السوق الأسبوعية؟ بالنسبة للقرارات المتخذة على مستوى جهوي، يعني متحمس على القرارات المتخذة على مستوى جهوي، وفي انتظار انه ما جد اليوم في اطار الجلسة الوزارية باش يقع معناها تبليغنا به، وبطبيعة الحال باش يقع المتابعة والتنفيذ. اما على مستوى جهوي فتم عقد جلسة مع اهالي منطقة حمودة صباحة هذا اليوم، واتفقنا على اساس تغيير مكان السوق اللي هو سوق يعني عمره 30 سنة، قرابة 30 سنة في منطقة حمودة. اتفقنا على اساس انه تغيير مكان السوق هذا في قطعه ارض سيقع اقتناءها من قبل المجلس الجهوي، كذلك من بعض الملاحظات اللي تم التطرق اليها من بين انه ثم بعض التجار اللي فقدوا مورد الرزق نتاعهم على اثر الحادثه، واحنا تكلفنا كمجلس جهوي في اطار برنامج دعم موارد الرزق انه هل القائمه نتاع التجار هذه باش يقع التعامل معها وتعويضها. كذلك هناك مثلا نتاع تغيير بعض الاعمده الكهربائيه اللي موجوده في وسط الطريق، هما طلبوه غدوه الرئيس اقليم الشركه باش يتحول شركه الكهرباء والغاز يتحول الى منطقه حمودة بالتنسيق مع معتمد المنطقه، وباش يقع معناها دراسه هذا الطلب وتحويل الاعمده. كذلك طلبوا دراسه انجاز حزاميه على قريه حمودة، هذا كلفنا السيد المدير الجهوي للتجهيز لدراسه هذا الطلب، وبطبيعه الحال معناها برمجه هذا المقترح.
من بين زاد الملاحظات الأخرى وأنه تعجيل بإنجاز بطبيعة الحال البلدية بلدية خمودة اللي تم الإعلان عليها وتحويل المجلس القروي إلى بلدية، وهذا بطبيعة الحال باش نكملوا الإجراءات ونعجلوا إجراءات أحداث البلدية بمنطقة خمودة على غرار بقية البلديات المحدثة حديثا. نعم، نشكر السيد الشادلي أبو علاء ولي القاسرين، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف. من جهته دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية في علاقة بحادث المرور بمنطقة خمودة من ولاية القصرين والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى أو بما اتصل بالوضع الأمني والاجتماعي بالجهة، مع إعلان جهة القصرين جهة منكوبة تمر بظروف خاصة. ووجه الاتحاد في بيان لها الدعوة إلى وسائل الإعلام من أجل لعب دورها في التعريف بمعاناة أهل جهة القصرين، مهيبا بالتونسيين للتضامن ماديا ومعنويا لمجابهة المحن ومواصلة الوقوف صفا واحدا ضد الإرهاب، كما حي ما جسمه أبناء حي الكرمة من دعم لقوات الأمن والجيش في مواجهة الإرهاب، وكل أهل القصرين الذين هبوا إلى التبرع بالدم والمساعدة على نقل الجرحى والضحايا بعد حادث خمودة. وانعقد بقصر قرطاج اليوم اجتماع مجلس الأمن القومي. رئيس الجمهورية الباجي قائد سبسي تباحث مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وأعضاء من الحكومة وعدد من القيادات العليا العسكرية والأمنية خلال الاجتماع تطورات الوضع الأمني على المستويين الوطني والإقليمي والإجراءات المزمع اتخاذها لمجابهة التهديدات وانعكاساتها على الأمن القومي. طريق الحرقوسية بين بمبلا وبنان منطقة عبور تربط 4 ولايات هي المهدية، سوسة، المنستير وصفاقس. هذه الطريق ورغم أهميتها فإنها لا تزال تعاني غياب التنوير ما جعلها مسرحا لحوادث مرور متكررة. تشهد الطريق الجهوية 82 الرابطة بين ولايات سوسة والمهدية والمنستير وصفاقس أو ما تعرف بطريق الحرقوسية بين بنان وبمبلا كثافة مرورية ما يعادل 34,000 عربة يوميا. هي طريق مصنفة كنقطة سوداء منذ سنوات عدة. كثفنا من الدورية القارة والمتنقلة خاصة في النقاط هذه اللي هي تسمى نقطة الحرقوسية اللي سجلنا فيها 7 حوادث منهم 5 حوادث قاتلة. حاولنا للماكسيموم باش نوعي العباد، لكن الإجراءات الزجرية لازم منها. ركزنا العلامات المرورية خاصة تحديد السرعة والمجاوزة الممنوعة. المجاوزة الممنوعة والإفراط في السرعة من جهة وغياب التنوير العمومي من جهة أخرى من الأسباب التي أدت إلى تكرار الحوادث هنا. هو الطريق ذيب كله مقسوم على 3 بلاك 50، فما 3 بلاك بتاع 50 هذوما اللي نعرفهم في الطلوع وفي الوسط وفي الاخر، لكن هما اللي مش محترمين القوانين. وثلاثة كميون كبير وكذا يمشي بالشويه، فهمت، يتقلق معناها الواحد على وراه، فاضي يستناه، لا هو معناها كذا كما يقولوا باش يدوبل عليه. بصراحه من اللي صار الحوادث وليت ماش نعمل، والله واعي المواطن لا اكثر ولا اقل. ما اللي نعرف روحي تو 36 عام الحرقوسيه نقطه سخون لي زاكسيدون سكسيسيف ويعرفها الناس الكل. دونك ما فماش مانع باش ليكليراج كان ما فما امكانيه بوان تاع رادار زاد مهم برشا. وللحد من الحوادث القاتله اتخذت لجنه السلامه المروريه بولايه المنستير حلولا اجله واخرى عاجله. التدعيم التشوير الافقي والعمودي اللي هو ديجا موجود، اما احنا زدنا دعمناه معناها زدنا بلايك اخرين وعودنا التراساج نتاع ليني اكسيال اللي هو ليني كونتينيو خليناها ممنوع المجاوزه. الحل الاجل في نفس اللجنة ارتأوا معناها بعض الحلول منهم دي دوبلومون دو لافوا. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل أكثر من 8,000 محضر مجاوزة ممنوعة وأكثر من 2,000 مخالفة عدم ملازمة اليمين وأكثر من 2,500 مخالفة مالية هذه الصائفة بطرقات ولاية المنستير. شب فجر اليوم حريق بمطبخ سجن برج الرومي من ولاية بنزرت، وأوضحت عدة مصادر أن الحريق شب مع الساعة 3 فجرا إثر تسرب غاز من قارورة غاز بالمطبخ، الأمر الذي تسبب في إصابة 4 سجناء بحروق متفاوتة الخطورة تطلبت نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى الحبيب قطفة ببنزرت. وأضافت ذات المصادر أنه تمت إعادة 3 منهم إلى السجن بعد تلقي الإسعافات، في حين تم الاحتفاظ بالساجين الرابع تحت العناية الطبية المركزة
وأن النيابة العمومية بمحكمة بنزرت أذنت بفتح بحث في الغرض للوقوف على ملابسات الحادث، وقد عهدت بها فرقة الأبحاث التابعة للحرس الوطني. إلى موضوع آخر، وقفات احتجاجية أمام كافة المندوبيات الجهوية للتربية نفذها عدد من المعلمين والمعلمين النواب احتجاجا على ما وصفوه بمماطلة وزارة الإشراف في تطبيق جملة من الاتفاقات المبرمة في وقت سابق مع الجانب النقبي. وفي باجة تمسك المعلمون المحتجون بتطبيق بنود الاتفاق المبرم في 5 سبتمبر الماضي ضمانا لعودة مدرسية ناجحة. نفذ عدد من المعلمين والأساتذة النواب إلى جانب أعضاء النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بولاية باجة وقفة احتجاجية بمقر المندوبية الجهوية للتربية للمطالبة بالإدماج وتفعيل الاتفاقات المبرمة مع الطرف النقابي. نحن المعلمون النواب ندخل في اعتصام مفتوح لليوم 10 على التوالي في المندوبية الجهوية للتربية بباجة. مطلبنا الوحيد هو تفعيل اتفاقية 5 ديسمبر 2015 والقاضية بانتداب المعلمين النواب على 4 دفعات انطلاقا من سبتمبر 2016. محتجون أكدوا رفضهم لسياسة التسويف والمماطلة المعتمدة من قبل وزارة التربية، مطالبين بتسوية وضعياتهم المهنية والاجتماعية للحفاظ على مناخ اجتماعي وتربوي سليم مع حلول السنة الدراسية القادمة. نحن هنا نحتج على مماطلة الوزارة في تفعيل هذه الاتفاقية. نحن ندعو بكل لطف هذه الوزارة إلى تفعيل هذه الاتفاقية. احتجاجات متواصلة، تعنت وزارة الإشراف متواصلة والحلول لهنا. مش تقول لي أنت ما فماش حلول سحرية، ولكن أعطيني رؤية واضحة للموضوع متاعي. يعني أنه ستكون سنة انطلاق سنة دراسية غير عادية إذا انطلقت السنة الدراسية، وإحنا كنقابة تعليم ابتدائي متمسكون بتفعيل بنود الاتفاقية 5 ديسمبر ولن نتنازل عن بند. مدير الجهوي للتربية بباجة أكد سعي الإدارة إلى الإنصات إلى مطالب كافة المحتجين في انتظار حل جذري من قبل سلطة الإشراف. معنى المطالبها؟ رفعنا هذه المطالب إلى وزارة الإشراف، تحاورنا معهم في العديد من المناسبات، وتبقى هذه المسألة مسألة وطنية سيقع النظر فيها بطبيعة الحال وعلى المستوى الوطني. يوم غضب جهوي تزامن مع اقتراب موعد العودة المدرسية التي من المنتظر أن تكون عودة غير عادية في غياب حلول حقيقية لملف المعلمين والأساتذة النواب. كما يعتصم عدد من المعلمين النواب بمقر المندوبية الجهوي للتربية بصفاقس رافعين شعارات تنادي بتفعيل الاتفاقيات وانتدابهم. في بهوي المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 يعتصم المعلمون النواب في سلسلة تحركات قصد تفعيل انتدابهم. هذا العام 7 وإحنا نيابة قدمنا الكثير لوليداتنا، عندنا أجيال عدت السنة الماضية بكالوريا، وليداتنا اللي قررناهم العام السنة الماضية عدوا في البكالوريا قدمنا، لكن للأسف ما زالت كرامتنا مداسة، ما زالت كرامتنا، ما زال حقنا مهضوم. النيابة بصراحة بكلها تمرميد، كلها مشقة، معناتها سرتو الكام تاعي أنا إنسانة رجل متوفي، عندي زوج صغار، عندي تو بريسك عندي 5 سنين نعوض، تخيل أنت مرأة تعوض ومعناتها في مسؤوليات زوج صغار وما عندهاش باش تصرف عليهم، أون بليس من غير شهرية. الشغورات السنة حوالي 10,000 شغور، كيفاش باش يعبيهم السيد وزير التربية يتحدث على إصلاح المنظومة التربوية، بينما إصلاح المنظومة التربوية تكون بتوفير بنية تحتية وتوفير إطار تربوي. المعلمون النواب يطالبون بتفعيل الاتفاقية المبرمة مع سلطة الإشراف قبل انطلاق السنة الدراسية. الاتفاق هذا ينص على أنه يعني سيتم انتداب أو تسوية وضعية المعلمين النواب لمن لهم 6 أشهر نيابة فما فوق على 4 دفعات. يعني وستتم يعني الأول دفعة في سبتمبر 2016، يعني سبتمبر 2016 17 18 19 فلن نتراجع، نطالب بتفعيل اتفاقية 5 ديسمبر في 15 وماناش متراجعين، وماناش مش نفكوا الاعتصام إلا ما نروحوا المندوبية إلا بيكون تفعيل اتفاقية ونروحوا بإدماج ورقة الانتداب في دين. تحركات المعلمين النواب تشمل مختلف المندوبيات الجهوية للتربية، وهي تمثل أحد الملفات الساخنة قبل العودة المدرسية بأيام. نفس المشهد ونفس المطالب عاشت على وقعها المندوبية الجهوي للتربية بالقيروان، حيث رفعت ذات المطالب الداعية لاحترام بنود اتفاق 5 ديسمبر الماضي والقاضي أساسا بانتداب عدد محدد من المعلمين النواب. سمي يوم غضب، اجتمع فيه المعلمون والأساتذة النواب داخل المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان
احتجاجا على ما أسموه سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية. ثم تلكأ من وزارة التربية، نحن نرفض التلكأ هذايا. أول حاجة نريد تطبيق الاتفاق 5 ديسمبر كما جاء في نص الاتفاق، معناها يقول معناها أول دفعة في سبتمبر 2016، سبتمبر 2017 و18 و19، وكذلك نطالب بتنزيل القائمة الإسمية للمعلمين النواب للمزمن تدابهم، يعني اللي عندهم 6 شهور فما فوق. احنا هذايا شادين فيه وماناش باش نخدموا بصيغة النيابة مجددا، كلفنا ذلك ما كلفنا. احنا اليوم نطالبوا سيد الوزير ونطالبوا رئيس الحكومة اللي هو معناها متنصب جديد باش ينظر لهذا الملف، لأنه ملف شائك وملف صعيب، خاصة احنا معناها مربين ونقدموا في رسائل نبيلة، نقدموا معناها نطلعوا في أجيال، ما يجيش منه أنه أستاذ نائب يقدم معناها ويربي وحداته وهو عبارة على منكوب. المطالب التي رفعت وجدت مساندة واسعة من الاتحاد الجهوي للشغل ونقابات التعليم التي أكدت أن سياسة الوزارة سترجع بالوبال على مستقبل التعليم في تونس على حد تعبيرهم. اليوم عدنا اتفاقية تاع 5 ديسمبر لم تحترم، اليوم نحكو على تراجعات، اليوم عندنا جهة تشتغل بألف معلم ناقص في القروان، وهذا يسبقنا أن قلنا عليها ألف مرة، وهذه ما هيش نتاج غيابات كما كانوا يشيروها بعض المصادر الوزارية، هذه نتاج استراتيجية اعتباطية في الانتدابات. عندنا اتفاقية تحكي على انتداب النواب، يا أخي ما هوش النواب شوف حل، شنو هي ما يقولوش لسياراتنا. اليوم عندنا حوالي 100 مدرسة في الجهة ما هيش مش تقر، إذا اليوم عندك 10,000 نائب معناها تمهم عملية الانتداب وأنت ناقصتك 10,000 معلم، انا ما نقولكش انت تبيع 10,000، انت تبيع حتى خذي منهم كوتا على الاقل 2500، خلينا نغطوا ممكن النقص الموجود. لسنوات مضت كانت الاحتجاجات والاعتصامات السمة الابرز في المشهد التربوي، ولا زالت الامور على حالها الى اليوم. في ولاية ريان أيضا نفذ عدد من المعلمين والمعلمين النواب والإطارات النقابية التابعة للنقابة الجهوية للتعليم الأساسي وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية للمطالبة بتفعيل الاتفاقات المبرمة مع سلطة الإشراف بشأن التقاعد والانتدابات. وزير التربية ناجي جلول وفي تصريح إعلامي للتلفزة الوطنية أكد أن باب الانتداب مفتوح، مبرزا أن صيغة الانتداب هي التي تغيرت، مؤكدا أن وظيفة المعلم حساسة ولا بد من التأكد من مدى قدرته على الإضافة قبل تشغيله. وزارة التربية 97% من ميزانتها ماشي الأجور، عندنا 3% باش نصلحوا 6,000 مدرسة، 3% باش نطبعوا كتب جدد ممتازة، عندنا 3% باش نكون المعلمين والأسادة، عندنا 3% باش نشريوا تجهيزات، عندنا 3% باش نعملوا هذا الكل. هذاك علاش أعطيونا موارد يا خويا، أعطيونا موارد، أعطيونا فلوس، أعطيونا نتدبوا الشعب التونسي كل شيء خارج. بيسول فما شعورات، وديما فما شعورات وزارة التربية. أما كيفاش نسدوا شعورات؟ نسدوا شعورات بطريقة علمية، يعني الصغير نجيبوا له إنسان قادر على تدريسه. سيكون نجيبوا اللي يجي يقرر. هذاك علاش نعاود وزارة التربية انتدبت 7,000. أما صيغة الانتداب تبدلت. والنواب احنا نحبوا نستوعبهم ونحبوا نستوعبهم الكل، ما حبش نلوم حد حد، اما نحبوا نتعداو مرحله التكوين، مرحله رسكله، احنا نحبوا نلقاو صيغه مع المتفقدين حتى ما يدخل للقسم كان مهيئ لذلك. تحسن في الجوده يقابله تراجع في الكميات المتوقعه للتمور بواحات الجريد، حيث يستعد الفلاحون في هذه الفتره لوضع اللمسات الاخيره قبل انطلاق موسم الجني. تشهد واحات الجريد حركية نشطة استعدادا لانطلاق موسم جني التمور، حيث أوشكت عملية تغليف الصابة بالناموسية على نهايتها وهي المرحلة الأخيرة قبل بداية الجني. وحسب التقديرات الأولية من المتوقع أن يبلغ إنتاجها حوالي 46,000 طن مقابل 51,000 طن في السنة الفارطة، أي بنقص يقدر ب10%، وفي المقابل مسجلة تحسنا جيدا على مستوى الكيف. موسم الحالي نعتبروه موسم معناها عادي وعادي جدا وبوادرها راي طيبة، وبحول الله حتى الفلاح البيوعات الموجودة في الحياة راي وصلت 80%، والواحات القديمة اللي وصلت تو حاليا فوق من 60%، ورانا احنا في نعتبره في أول خريف معناها نعتبره خارق العادة، وحتى المباعش ما يخافش راي الأسوان، بالعكس المباعش تو يكون البيع نتاعه أكثر من البيع في الأول. تغليف 4 مليون عرجون لمكافحة دودة التمر باستعمال الناموسية من المراحل المهمة للحصول على صابة ممتازة. حماية على المطر وعلى الدودة
والمهم باش يحمي الصابة. أما بالنسبة للسناء بحول الله بين بوادر طيبة وربي يقدر الخير. حجم البيوعات على رؤوس النخيل بلغ أشواط المتقدمة وصلت إلى 80% من الصابة، وبأثمان أعتبرها فلاحو الجريد بالمحترمة. إن شاء الله البيوعات كانت جد مهمة، وصلنا نسبة 62% من البيوعات على رؤوس النخيل، 34% الموسم مفارط في نفس الفترة، بالتالي ثم معناتها مؤشر إيجابي على مستوى الجودة. وبالنسبة وكانت الأسعار تتراوح بين 1500 مليم إلى 2500 مليم. مؤشرات إيجابية توحي بتوفر صابة ممتازة على مستوى الكيف، إلى أن بعض الآفات والإشكالات لا تزال تقلق راحة الفلاح. ونختم نشرتنا ببلاغ لوزارة الشؤون الدينية، دعت فيه المديرين الجهويين للشؤون الدينية إلى التنسيق مع الصلة الجهوية والأئمة الخطباء لإقامة صلاة الاستسقاء في أقرب الأجال، مؤكدة في بلاغها أن الدين الإسلامي الحنيف ينص على الالتجاء إلى الله بالدعاء والصلاة عند انحباس الأمطار وقلة المياه. وفيما يلي تذكير بأهم ما جاء في نشرتنا من عناوين: حادث خمودة بالقصرين يخلف حالة احتقان جراء تدني الخدمات الأساسية، والحكومة تتعهد بتلافي النقائص. وقفات احتجاجية للمعلمين والأساتذة نواب لتسوية وضعياتهم ومطالبة سلطة الإشراف بالالتزام بتعهداتها. ومنطقة الجريد تستعد لموسم جني التمور، ومؤشرات تراجع في الإنتاج مقابل تحسن في الجودة. أشكر حسن متابعتكم، في أمان الله وإلى اللقاء.